نرحب مشاهدينا مرة جديدة بالمذيع في إذاعة موزاييك اف ام في تونس مالك العوني، اهلا وسهلا بك مجددا يا مالك. صباح النور، تحية كبيرة لكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي. يعني مالك، بداية شعار السنة لليوم العالمي للإذاعة، نحن التنوع نحن الإذاعة، كيف تشرحه؟ طبعا التنوع مفيد جدا لكل المستمعين. يعني اليوم الإذاعة مطالبة أنها تقدم يعني مادة محترمة وفي مستوى تطلعات المستمعين، لهذا تنوع مهم جدا في كل المجالات، يعني الرياضة أو السياسة أو الثقافة أو حتى الأخبار فيما يخص المجتمع. اليوم أعتقد أن المشهد الإذاعي مشهد متنوع جدا، والتنوع يخلق المنافسة والمنافسة تخلق التنوع، وبهذا نكون قد قدمنا يعني ما يكفي للمستمعين من مادة إعلامية محترمة. ونحن كإعلاميين نسعى اليوم لتقديم معلومات يعني ثابتة، معلومات يعني جادة، وهنا تكمن قوة الإذاعة. نعم، جميل جدا مالك. يعني أصبحنا نرى في هذه الأيام إذاعات أكثر تخصصية، كالتي شاهدناه قبل قليل إذاعة إدماج في المغرب والمخصصة لنزلاء السجون في المغرب. خبرني رأيك في هذا الموضوع. مهم جدا اليوم تنوع الإذاعي. مثلا على سبيل المثال في تونس هناك إذاعة لمقاومة الفساد، يعني اليوم الإذاعة ليست حكرا على مادة إعلامية معينة. التنوع الإذاعي مهم جدا، والتخصص مهم أكثر وأكثر، لأنه نستطيع أن نقول أنه يذهب مباشرة إلى شخص معين يهمه الأمر. اليوم مثلا إذاعة إدماج كما كنت أستمع وأشاهد، هناك عديد الإذاعات الأخرى في العالم العربي التي تخصصت في مجال معين، وهذا يثري المشهد الإذاعي بصفة عامة. نعم، أيضا لعبت الإذاعة دور كبير منذ وجودها، فكانت صلة الوصل الأساسية وناقلة الأخبار المهمة خصوصا بأيام الحروب، صحيح؟ طبعا طبعا، من أيام الحروب كانت لم يكن هناك تلفاز، لم تكن هنالك صورة، كان هناك صوت فقط، والصوت كان يعني الكثير لكثير من الناس في ذلك الوقت. منذ الحروب يعني الحروب كانت تمر عبر المذياع، تمر عبر الأثير، وكل التفاصيل والمستجدات كانت بصوت واحد، وهذا مهم جدا. أن الإذاعة إلى يومنا هذا، منذ الحروب إلى يومنا هذا، ما زالت تحتفظ بمكانتها يعني في ظل هذه المنافسة الشرسة بين وسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز وأيضا على الراديو، ولكن يبقى الصوت هو كما نقول الأذن تعشق قبل العين، والصوت مهم جدا الآن لأنه يؤثر بطريقة مباشرة على المستمع ويعطيه نوعا من الخيال حول ما يحدث، بغض النظر عن الصورة، أنه اليوم الصوت هو مهم جدا في زمن معين، يعني في الحروب أو بعد الحروب بتطور السريع للتكنولوجيا. مالك، اللي عم بيصير وراك من خلفك هو بث حي للإذاعة، صحيح؟ طبعاً طبعاً. عجبني كتير حبيت التفاعل تبع المذيعة، مع ربما هناك موسيقى يعني موجودة بالإذاعة وتفاعلها وتمايلها مع الأغاني، وهذا دليل أنه على الرغم من التطور التكنولوجي بعده الراديو رفيق فئة كبيرة من الناس، وربما يوصل يعني بيصل إحساس المذيعين للناس، هذا الإحساس اللي ربما ما بيقدروا أنه يشاهدوه. هل تعتبر أنه الارتباط بين الإذاعة والناس أصبح أكبر من بعد هذا التطور التكنولوجي أم أقل؟ لا يمكن للإذاعة أن تفقد مكانتها اليوم في المشهد الإعلامي بصفة عامة. صحيح أن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا مواقع على غرار يوتيوب أو ما شابه من ذلك تستطيع أن تعوض الإذاعة في بعض الأشياء، مثلا في الموسيقى مثلا، أو في إعادة مشاهدة الحلقات أو البرامج، عكس الإذاعة إذا فاتك شيء لن تستطيع مشاهدته أو استماعه مرة أخرى. اليوم الإذاعة مستنفعة جدا
من التطور التكنولوجي. يعني اليوم أصبحت الإذاعات تقدم برامج على غرار التلفزات، لأنه اليوم هناك كاميرات، هناك يوتيوب. يعني اليوم أصبحنا شبه تلفزة إذاعة أو إذاعة تلفزة، وهذا مهم جدا. الشيء الممكن الاختلاف بين التلفزة أو شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعة، مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث على الموسيقى، عندما تستمع إلى أي أغنية في الإذاعة، بالرغم أنك تعرفها أو تجدها أو تستمع إليها 15 مرات في اليوم، لأنها تكون نوعا ما خاصة عندما تستمع إليها في الإذاعة، لأنها تكون بطريقة تلقائية ومفاجئة، وهكذا تكمن قوة الإذاعة. نعم، جميل جدا. بدي تخبرني عن تجربتك الخاصة بالإذاعة والعلاقة المميزة مع المذياع. علاقة حب، علاقة عشق. جميلة جدا هالآه. هيدي علاقة أكثر من عادية. أنا أعشق الأصوات. نعم. أعشق الأصوات، ومنذ صغري كنت أحلم أن أكون مذيع وأن أكون مقدم أخبار أصلا، وليس مذيع في إذاعة. نعم. من الأول. ولكن بعد دراستي في مادة الرياضيات وأيضا في الهندسة، رغم أنني لم أكن صحفيا، أردت أن أكتشف هذا العالم الغريب، عالم رهيب وغريب. الصوت، كنت عندما كنت صغيرا كنت أنام فوق المذياع على أذني اليمنى. نعم. الآن إذا يعني كان شيئا غريبا نوعا ما بالنسبة لي، وخاصة جدا أنني أعشق الصوت، أعشق الديسيبل. بالنسبة لي هي مكون غريب وغريب جدا، الذي يستطيع أن يسحر كل أذن تستمع إليه. علاقتي بالراديو لم تكن علاقة عادية، اليوم هي ثاني تجربة إلي بعد تجربة أولى في إذاعة أخرى، إذاعة كابافام بالمناسبة، وجه لها تحية. اليوم أنا في الإذاعة الأولى في تونس، والإذاعة الأولى في تونس اسمها موزايك، وموزايك تعني الفسيفساء، يعني التنوع في حد ذاته موجود هنا في الإذاعة الأولى في تونس، ونطمح أن نقدم المزيد والمزيد من المادة الإعلامية المحترمة لكل المستمعين، وأصبح لدينا الآن مشاهدين ومستمعين على شبكات التواصل الاجتماعي أو على الأثير. كل التوفيق لك المذيع بإذاعة موزايك أف أم مالك العوني. على وشكرا لك كثير على كل هذا الحضور الجميل، ويعني هيك أنعشت فينا. أنا بالنسبة لي تونس يعني محببة دائما إلى قلبي. شكرا، شكرا لكم على الاستضافة. بدك أنت تقدم لنا مالك، يعني بما أنه اليوم يوم الإذاعة فاليوم هو لك أنت، فبدك تقدم لنا أنت الفاصل للمشاهدين، تقولهم أنه فاصل ورح نرجع بعده مع الفقرة الرياضية. على طريقة الإذاعية أو التلفزيون؟ على طريقتك الإذاعية وباللهجة التونسية. أوكي أوكي. تحية كبيرة للمستمعين الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على إذاعة موزايك فام، بالتزامن أيضا مع التلفزيون العربي. بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على أكثر مواضيع اليوم. تم سد المستمعين تابعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، وإلا على السيت نتاعنا www.mosaikefam.net، وإلا على الباج فيسبوك، وأيضا على موقع التلفزيون العربي. فاصل ونواصل.